حيث انتشر مقطع فيديو من ميسان لنائبة في البرلمان العراقي وهي تتوعد بنقل قائد عمليات ميسان بعد جدال مع جندي في إحدى السيطرات العسكرية. دعونا نشاهد. بعد هواي اخلاقهم يضربونا بالطابوق شو نسوي لهم احنا؟ محمد غيظ هاجم محمد غيظ هاي اخلاقكم انتم تسبوها على الاطفال. احنا نسبها على الاطفال، احنا مو ضدكم، احنا ما جايين ضدكم ست، احنا مو عيب علينا، احنا نتبع الاوامر العسكريه احنا. مو ما يمنع، احنا هذا اللي عندنا، غير اوامر عندنا. مو اصوريش، انا حصل نفسي ست، نفس ما انت قاعد تصورين انا حصل نفسي. قائد عمليات الاقيلك هذا ما يظل بالعماره بعد مستحيل. والله ست احنا التصوير مالكم وراح يوصل للبرلمان اول باول، وعرضه بالشاشه وارد اشوف قائد عمليات شلون الوضع، وطالعه بيان على قائد عمليات وعلى الضباط اللي وياه. بديتهم؟ لا مو بدينا، لا ما بدينا. اخلاقيات ما عندك. رحم الله والديك، ممنون منك. ممنون منك. مو اسويش، بس انت قاعد تتجاوزين علينا. هاي. رحم الله والديك، ممنون منك، هاي اخلاقك ست. مشاهدينا، التعليقات عكست غضب المتابعين، والكل اتفق على ان هذه الحالات بدأت تتكرر باستمرار، وان بكل الدول العالم المؤسسة العسكرية محترمة ولا يمكن التجاوز عليها. حسام حسن علق: المفروض أنت أول إنسان يحترم القانون وتحترمين هذا الجندي اللي واقف بالشمس حتى أنت تمشين بأمان، وإذا غلطان يتحاسب بس مو تتجاوزين عليه. قاسم الملاك كتب: أكو تعمد بإهانة الأجهزة الأمنية، وأكو تعمد من القيادات بعدم الرد على التجاوزات. جسد الدولة سينهار ما لم يوضع حد، ونصحى على القادم المدمر. علي الزهري كتب: المفروض هذه تمثل المواطنين وتوفر من أجلهم سبل الراحة والعدالة الاجتماعية. نائب يمثل سلطة الشعب يهين قيادات الدولة اللي يعمل على صياغة قوانينها، ولازم تتخيل كيف يحكمون وعن أي دولة يعيدون.